اول جامعه عندنا هي جامعه الطب الاول بسان بيتر بافلو، اللي هي الحمد لله شباب عاملين ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله هكون معاكم الفتره الجايه، احاول اوضح لكم بعض الجامعات المعتمده وغير المعتمده، مميزات وعيوب كل جامعه. هنبدا باول جامعه اللي هي جامعه الطب الاول بسان بيتر، جامعه بافلو. جامعه مميزاتها اعلى من عيوبها. الترتيب العالمي بتاعها الجامعه من ترتيب عالي، الديكانات التعامل معاهم كويس. فيها بس بعض العيوب الخفيفه اللي هي مثلا زي السكن، لو جيت مثلا من تحويل او سنه اولى مثلا صعب ان انت تاخد سكن على طول، فممكن تستنى شويه، لكن الجامعه تعاملها كويس. اسعار الجامعه سعرها طب العام الانجليزي عامل 420، طبعا السنه دي رفع عن السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كان ب 400، الاسنان عامله 386. التحضير فيه نظامين في الجامعه، يا اما اونلاين يا اما تدرس اوفلاين. لو هتدرس اونلاين 130,000 روبل، لو هتدرس اونلاين 180,000 روبل. وفي برضو في الجامعه مقاعد، 20 مقعد منحه. زي ما انتم شايفين الجامعه بتتكون من 59 كورپوس. الميزه في الجامعه برضو هنا ان هي مش بعيده عن بعض، المباني كلها جنب بعض، فانت مش هتضطر ان انت مثلا عندك محاضره وخلصت المحاضره عايز تروح محاضره تاني، ان انت مثلا تروح مكان تاني ولا تاخد اتوبيس ولا تاخد ترامواي. لا، الجامعه كلها في مكان واحد، المحاضرات بتاعتك كلها هتبقى في نفس المكان، الا لو انت هتروح مثلا مستشفى. المستشفى دي ممكن تبقى بعيده، لان برضو الجامعه فيها المستشفى بتاعتها، انت ممكن تبقى عايز تروح مستشفى تاني، فهتضطر تطلع من المحيط بتاعت الجامعه. وضح لكم يا شباب باذن الله، احاول اوضح تفاصيل وعيوب كل جامعه على قد ما اقدر في روسيا. ولو في حد جاي له فرصه في مصر يختار الفرصه اللي جات في مصر، هيبقى لان الاسعار دلوقتي بقت غاليه الصراحه في روسيا، وبالنسبه للجنيه وقع فالاسعار بقت غاليه. فلو حد جاله الفرصه في مصر يتوكل على ربنا ويدرس في مصر، وربنا يوفقنا كلنا يعني.